أسرع وأكثر خطبة جمعة في التاريخ. أكثر خطبة جمعة في التاريخ كانت في تونس، حيث صعد الشيخ محمد الطاهر بن عاشور على منبر جامع الزيتونة في إحدى خطب الجمعة. وفي الخطبة الأولى نظر إلى المصلين وقال: نساء من التي في الأسواق؟ فسكت الجميع، ثم قالها مرة أخرى: نساء من التي في الأسواق؟ فلم يتكلم أحد. فجلس الشيخ ثم قام وقال: لا خير في صلاتكم ونساؤكم عاريات، لا خير في صلاتكم ونساؤكم عاريات، وأقم الصلاة. وإلى هنا انتهت تلك الخطبة، فاللهم استرنا واستر نساء المسلمين.